الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في حلقة خصصت لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا المبتعثين والمبتعثات. قبل يومين فقط شهدت لغة الدموع وهي تتحدث بصوت ارتفع بصمت عميق معبر فوق كل الأصوات التي حوله، حين انهمرت تلك الألماسات من عيون أمي وعيون أخي في وقت واحد في لحظات التوديع المرة، وهو يريد أن يعود إلى مبتعثه الذي يقضي فيه سنوات من أخصب سنوات حياته. تضحيات جسيمة من والدين يبذلان ويصبران على الفراق من أجل أن يحقق المبتعث طموحه العالي، وسنوات هي من أكثر سنوات العمر نضارة وجمالا يبذلها المبتعث بسخاء من أجل الوصول إلى مبتغاه العظيم بتحقيق النجاح بل والتفوق في التخصص الذي اختاره. ووطن حان قدم الفرصة له مصحوبة بالدعم المادي والتشجيع المعنوي والمتابعة المستمرة ليحقق المبتعث آماله في حمل جزء من أمانة عظمى يتحمل كل مواطن جزءا منها بحسب قدراته. ولكن ماذا بعد؟ المبتعث هناك وراء البحار والمحيطات في بلاد الغربة، ماذا يريد؟ ما احتياجاته بالفعل؟ وهل هذه الاحتياجات لبيت بالفعل؟ في المقابل، هل كان هو أيضا إيجابيا مع الجهات المعنية التي ابتعثته أو التي تلقته هناك وتريد أن تخدمه؟ نحاول أن نجيب هذين السؤالين وقائمة أخرى من المحاور، نحاول بعد أيضا أن نصل بها جميعا إلى مقترحات وتوصيات ربما وجدت طريقها إلى آفاق الأرض حيث يعيش مبتعثون هنا وهناك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف الله يسعدك. الله عليك. عزيزي، أنا طالب سعودي أرغب أني أنتسب لجامعتكم. بداية أنا ودي أنك تعرفني بنفسك ثم تعرفني بالجامعة. يعني أوكي. أنا محمد اللقيس، أنا مدير القبول والتسجيل حاليا بفرع الجونكون بي السعودية في جازان، ومثل ما قلنا نحن عم نفتح حاليا بالقطيف كمان فروع. كليتنا الأساس هي بكندا بعاصمة بأوتاوا بعاصمة كندا الجونكون كوليج. عنا اختصاصات متعددة من كلية إدارة الأعمال، من كلية اللغات، من كلية الصحة، من كلية الإعلام، من كلية المواصلات، حتى عنا كلية السياحة والفنادق. عنا كمان agreements ومعاهدات مع السعودي بيرو من كندا. عنا 350 طالب سعودي حاليا موجودين هناك، وهني كمان مرتاحين بالتعلم عنا، وكان impressed كتير، حابين نتعلم اللغة الإنجليزية لأنه هو عم بيفتح آفاق لهم جديدة بسوق العمل. طيب يوسف، كيف أنا كطالب سعودي أقدر أنتسب عندكم في الجامعة؟ نحن عنا حاليا الويب سايت، عنا الويب سايت الموجودة www.algonquincollege.com. ممكن أي شخص يروح على algonquincollege.com ويقدم، ينقي الكامبس أي يعني أي فرع موجود، أو بأوتاوا أو ببيرث أو ببيمبروك، لأنه عنا أكثر من فرع، أو بالسعودية حاليا، ويقدم الابليكيشن تبعه. في معلومات خفيفة ممكن يعبيها عن اسمه، عن تفاصيله، شو البروجرام اللي بده يتعلم فيه، من الإيميل تبعه ورقم تليفونه، وبنرجع نحن بنعطيه الابلكيشن، يعني بنرجع بنعطيه الابلكيشن ابروفل. او طيب، قضيه الخدمات، يعني اذا اتاكم السعودي يعني من السعوديه لكم في كندا، الخدمات اللي تقدم له، يعني هل الخدمات جيده، تسهيلات، قضيه هذه كل الامور؟ في عندنا مثلا اي طالب سعودي عم يجي بنقدم خدمات، حتى انه اول ما يوصل على كندا عم نجيبه مثلا من المطار. في هالشيء في الاكوميديشنز فاسيليتيز، يعني عم نلاقي له مكان مناسب له، هل حابب يقعد مع عائله، هل حابب يقعد بالاكوموديشن اللي عندنا، بالسكن اللي عندنا. في خدمات تانية بالادفايزرز، يعني في عندنا مثلا ناس متخصصين ممكن انه they meet يشوفون اذا عندهم اي مشكله من يعني بالتعلم اللغه الانجليزيه، او عندهم ساعات اضافيه بحبوا يقعدوا فيها، عندهم اي مثلا شغله استفسار بماده معينه.
في عندنا ناس تو سبورت ذم العرب كوميونتي وبالذات السعوديين. شكرا لك يا استاذ، انا استفدت كثير منك. الله يعطيك العافيه. مرحبا بكم. الحقيقة الحديث عن المبتعثين لا شك في الفترة الأخيرة أخذ حدا واسعا سواء في الصحافة أو الإعلام، وكان من أبرز الأسباب ربما كدر خواطرنا من بعض الأحداث التي كان فيها المبتعث للأسف ضحية من ضحايا العنف الذي يحدث في العالم بشكل مستمر، وفتحت هذه الأحداث ملفات كثيرة للمبتعثين. على أننا دون شك نريد أن ننظر في هذه الحلقة إلى احتياجات المبتعثين المختلفة، الحاجة الأمنية جزء منها، وأيضا هي فرصة ثمينة للاستماع للمبتعثين أنفسهم لنتعرف على هذه الاحتياجات، ثم نحاول أن نصل إلى توصيات في النهاية ربما يكون لها أثر بإذن الله عز وجل في مجتمعنا كله. معي هنا في الاستوديو كل من الدكتور عبد الله محمد دغيم عميد دراسات العليا في جامعة الملك فيصل. مرحبا دكتور. حياك الله يا هلا. ومعي ايضا الدكتور ماهر محمد العرفج عميد كلية التربية سابقا دكتور. اي نعم صحيح. واستاذ مشارك كذلك في جامعة الملك فيصل. مرحبا بك. الله يحييك دكتور وشكرا على الاستضافة. يا مرحبا بكم. إدارة البث المباشر في جامعة الملك فيصل وقد تبنت هذا البرنامج ليكون هو صوت جامعة الملك فيصل وصوت أيضا الأكاديميين بشكل عام، الذي يحاول أن يعالج القضايا الخاصة بهم وقضايا المجتمع بشكل عام، خاصة أن جامعة الملك فيصل وضعت في رؤيتها الشراكة المجتمعية فهي تخدم المجتمع كله. لم يعد المبتعثون كما نعلم جزءا صغيرا أو عدد قليل ذهبوا، بل هم الآن مئات الألوف في عدد صحيح. من قارات العالم، ولذلك من حقهم علينا أن نناقش قضاياهم. دكتور عبد الله، ما هي رؤيتك للقضية هذه؟ يعني قضية أن احنا نلتفت إلى احتياجات المبتعث من جانب، ومن جانب آخر ما مدى استجابة وإيجابية المبتعث أيضا من جانب آخر كرؤية عامة، ثم ندخل في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أتقدم بالشكر لسعادتكم باستضافتي في هذا اللقاء، والحقيقة أشكر أيضا إدارة البث الفضاء في جامعة الملك فيصل لطرح مثل هذه المواضيع الحقيقة التي تهم شريحة يعني من مجتمعنا وهي المبتعثين. المبتعث طبعا الحمد لله يعني بالنسبة للجامعات عندنا في المملكة حرصت حرصا شديدا على تنوع الثقافة بين المعيدين والمحاضرين بابتعاثهم إلى الخارج إلى عدة دول مختلفة، وأيضا الدولة يعني حرصت أيضا أن تريح هذا المبتعث من جميع النواحي، سواء النواحي النفسية أو الاجتماعية، ولكن أحيانا تكون هناك بعض يعني ما أقول المشاكل ولكن قصور أو سلبيات قد تنتج من جهة من نفس الطالب المبتعث أو من مرجع الطالب أو أيضا من الجهة المسؤولة عنه في تلك الدولة. نعم. وطبعا هناك تتفاوت، لكن ولله الحمد بالنسبة لجامعة الملك فيصل حقيقة بتوجيه من معالي المدير الجامعة أنه حريص حرص شديد على متابعة المبتعثين وعلى أن الجامعة تحاول أن تنهي أي قضية تتعلق بالمبتعث سواء كانت مادية أو أكاديمية، والحمد لله يعني اتصالاتنا المباشرة والموقع اللي هو موقع سفير سهل الاتصال بالملحقيات لمتابعة أي مشاكل أو تعثر للطالب أو طالبة. يعني هناك تواصل مستمر بين إدارتكم والملحقيات التي فيها ما في شك، سواء كان يعني بالخطابات أو عن طريق موقع سفير اللي هو طبعا مباشر، سواء في
مشاكل مادية أو مثلا تمديد ابتعاث بعثة أشياء مادية انقطعت البعثة، فالحمد لله الجامعة متابعة، ولكن أحيانا تكون هناك سلبيات سواء كانت من الجهة المشرفة في المكان المبتعث الطالب أو من المقصود بها التي التي ابتعث نعم إليها الملحقيات، ولا نعمم، ولكن بعض الأحيان تكون هناك سلبيات وأيضا من الطالب نفسه. نعم. أول المبتعث. طيب دكتور ماهر، باعتبارك مبتعث مرجعك شوي للوراء. نعم. قليلا، أولا سنة كم كان ابتعاثك؟ والله ابتعثت تقريبا في عام 94-95. كان ماجستير أو دكتوراه؟ أو كانت الماجستير، وبعدها أخذت اللي هو تمديد الدكتوراه. أو نعم. أيوة. استمرت كم سنة؟ والله تقريبا 5 سنوات. أيوة. كانت كلها في أمريكا؟ كانت في أمريكا. نعم. أيوة. يعني الدكتور عبد الله الآن يقول أن الجامعات تعطي المبتعث وتهتم به، كيف رؤيتك أنت كطالب يعني الآن؟ أنت كنت أستاذ الآن في الجامعة، لكن رؤيتك كطالب في ذلك الوقت سواء بالنسبة لك شخصيا أو الذين كانوا من حولك، ما مدى استفادتك من هذا التواصل مع الجامعة واحتياجك كان لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حقيقة انا اعتقد انه يعني فرصة الابتعاث هو بمثابة الاستثمار، وهو استثمار في يعني في رأس المال البشري. جميل. وهو مقوم اقتصادي مهم حقيقة للفترة يعني القادمة، ولله الحمد يعني الدولة لم تقصر في ابتعاث عدد حقيقة كبير من المبتعثين الذين يعول عليهم الكثير والكثير. ولكن حقيقة لما ننظر لهذا الاستثمار، فإذا هنا يعني الاستثمار له عائد معين، فإذا كيف نعظم هذا العائد؟ أعتقد هذا هنا يعني السؤال، وهذا هنا التحدي. أي نعم. بالنسبة حقيقة يعني للاحتياجات للطالب، فهي حقيقة يعني ترجع إلى بالنسبة يعني الأمور المادية والله الحمد فهي يعني مسددة، وأعتقد أنه من خلال يعني الـ 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 يعني الـ حسن الإدارة، أعتقد إنه الشخص يستطيع الآن أن يعني يتقلب الآن على العديد من العقبات المالية. طيب دكتور معلش، نعم. الآن بالنسبة لحسن الإدارة، نعم. هذه نقطة مهمة جدا، أنت أتيت بالمشكلة وأتيت أيضا بالحل معها. نعم. الطالب أتوقع اللي يكون هناك وهو يأخذ مبلغ محدد معين، وإن كان زاد الفترة الأخيرة عن أول، لكن الطلاب يشتكون أيضا أن الحياة هناك غالي جدا. صحيح. وبعضهم يقول لا يكفيني، والحقيقة أن بعض المبتعثين ونعرف هذا مباشرة من بعض الآباء يكلفون آبائهم كثيرا، فهم باستمرار يتصلون على آبائهم حولنا، وأحيانا النتائج ما تأتي على قدر هذا العطاء والبذل والتضحية. فألا ترى أيضا أن سد، وحنا نريد أن نخرج من هذه الحلقة بمجموعة توصيات، ما ترى أن هناك احتياج أن هؤلاء المبتعثين يحتاجون إلى برامج تدريبية في جانب كيف إدارة الأموال أو الميزانية الشخصية؟ والله أعتقد الآن يعني أعتقد هذا له أيضا يعني مركبة ثقافية معينة. أحيانا بعض المبتعثين لما يذهب هناك الآن يحاول أن يعني يعزل نفسه حقيقة عن المجتمع، فتجد الآن أنه يريد أن يسكن الآن سكن خاص مستقل، وبالتالي هذا حقيقة سيكلف الكثير. أيوة. بينما لما الآن مثلا يعمل شيرينج الآن مع مثلا مجموعة آخرين، ممكن حقيقة أن تقل يعني عليه تكلفة السكن بشكل كبير، وهناك السكن طبعا مكلف بصورة كبيرة جدا، فهذا أحد حقيقة الأمور. ولكن أيضا بالنسبة يعني أن تقترح على المبتعثين أن يكونوا في مجموعات عشان حتى يقللوا من التكاليف، مجموعات، وما أقصد الآن مثل مجموعات مو بشرط الآن يكون من نفس اللي هو البلد الآن أو أنه اللي يحمل الآن نفس اللغة، لا، أعتقد أن هذه فرصة الآن بالاحتكاك الآن بثقافة أخرى والتعرف على المجتمع، و وهنا يعني مسألة يعني، أين يعني فكرة جيدة. أي نعم، هل هي مشاركة، هل هو اندماج الآن كلي أو الآن انعزال؟ يعني حقيقة بعض المبتعثين عنده رؤية شوي حادة للمجتمع الجديد وينظر من منظور سلبي، بينما الآخر نجد الآن أنه يعني اندمج بسرعة، اندمج بصورة معينة وترك ذلك الآن يعني الهوية الثقافية التي يمكن أن تميزه مثلا في ذلك الآن المجتمع، ونجد الآن أنه يعني انسلق الآن من الكثير الآن حقيقة من الأمور، بينما أيضا نجد الآخرين هناك الآن يعني لديه نظرة متوازنة، بالفعل في هناك الآن مشاركة موزونة وجيدة، بالإضافة إلى ذلك يعني ما زال الآن يحتفظ بتلك الآن الهوية الثقافية يعني الثقافية العربية الإسلامية. جميل. دكتور عبد الله، الآن دكتور ماهر يشير إلى قضية مهمة، قضية الاندماج أو الانعزال. في رؤيتك أكثر مبتعثين الآن السعوديين في من
تعلم يعني أيهم أكثر اندماجا ولا الأكثر هم الذين تقوقعوا؟ والله يعني إذا 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 يعني أردت نسبة فنجد ولله الحمد يعني نسبة الناس التي تندمج في المجتمعات الغربية يعني أكبر من الناس المنعزلين يعني، وهذا الحمد لله زي ما قلت نتيجة أيضا الثقافة الموجودة عندنا، حرص الطالب المبتعث على الاطلاع وعلى يعني تعامله مع الآخرين بأي يعني بأي مكان بأي دولة، وهذه أيضا تنعكس على ثقافته على يعني على تعامله. طيب مع الآن الجامعات اللي كنت أعرف أن هناك تأهيل على الأقل برامج قبل أن يذهب المبتعث، هل هذه موجودة إلى الآن؟ يعني حتى لا يكون هناك صدمة حضارية مثلا، أو حتى يتعرف على المجتمع. بعض الذين تابعونا على تويتر قالوا لماذا لا يكون هناك برامج تعطي المبتعث صورة عن المجتمع الذي سيذهب إليه؟ والله شوف يا دكتور خالد، أنا أعتقد الآن حنا بوقتنا الحاضر ليس قبل 30 سنة، يعني لا يعرف الطالب اللي هو خريج وعين معيد أو محاضر أنه ما يعرف عن المجتمع شيء هناك، يعني أعتقد بوسائل التواصل الاجتماعي أصبح كل شيء مفتوح، يعني ممكن هو عن طريقه ممكن ولا وعارف أكثر من غيره. يعني هي ليست الآن فقط أني أنا أتعرف على المجتمع، كثير من الإخوان هنا المبتعثين عارف الثقافات والمجتمعات الغربية بأي حال من الأحوال. يعني الآن في برامج أو ما في برامج؟ لا، كبرنامج متخصص أنك تتعرف على الثقافات أو المجتمعات ليس هناك برنامج، لكن هل ولكن على الأقل لقاء قبل أن يرحل؟ لا هناك طبعا لأول مرة. أي لأول مرة إحنا الحقيقة ليس فقط أنه يتعرف على الثقافات، من ضمنها أول شيء يتعرف على اللغة، اللي يتعلم اللغة اللي بيروح، يعني هنا المشكلة، يتعلم اللغة أو مبادئ اللغة، ما أقول اللغة بكامل، مبادئ اللغة لأنه يعني تكون له سلاح عند قدومه إلى يعني إلى تلك الدولة في أنه يستطيع أن يعني يتحرك ويصرف نفسه. يعني كان توصية من كان يعني المبتعث ينبغي أن يؤهل نفسه للذهاب، نعم، بمعرفة اللغة للغة المكان الذي سيبتعث. نعم، وهذا ما تقوم به بصدد الآن الحمد لله الجامعة الآن يؤهل تأهيل المعيدين والمحاضرين قبل الابتعاث. جميل. طيب دكتور، أنت جربت هناك بالنسبة للغة، لما ذهبت إلى هناك ذهبت وأنت كنت قد أخذت اللغة قبل أن تذهب أو أخذتها هناك؟ لا والله ما كانت يعني عندي هذيك الحصيلة اللغوية الجيدة، فأخذت اللغة هناك، ولكن أعتقد أن فيما يتعلق بنقطة الآن إيجاد الآن دورة تدريبية للطلبة قبل أن يذهبون تأهيلية. أي نعم، تأهيلية، أو أعتقد أن هذا أمر مهم جدا. صحيح ان يعني الان مع وسائل التواصل واصبح الان يعني المبتعث قبل ان يبتعث الان على درايه كبيره جدا بتلك المجتمعات، ولكن تظل انا اعتقد الان ان الملحقيات خلال الان موجات الابتعاث الطويله اصبح الان لديهم خبره تراكميه، واصبحت الان لديهم الان كيسز حالات كثيره في هذا. اعتقد في مثل هذه الدورات التاهيليه يجب عرض مثل هذه يعني الكيسز هذه الحالات اللي حصلت من أجل أخذ حقيقة العبرة والعظة. يعني في فرق كبير بين واحد بيدخل الإنترنت في هالبحر وياخذ، وبين أن واحد يأتي بعد ما خاض التجربة ويعطي تجربة مقننة ويمكن يحذره من بعض الأمور حتى لا يقع فيها، ما يكون هذا أفضل؟ بالتأكيد. فلما تسمع الآن من الشخص وتسمع الآن تجربته، أعتقد الآن راح يعني تتكون الآن لديك اتجاهات الآن معينة، هناك الآن ممكن بعض المحاذير المعينة التي لم تكن الآن في الحسبان الآن تبدأ الآن يعني تستعد لها وهكذا. فأعتقد أنه يعني مثلا كانت في هناك الآن دورة المبتعثين كانت تعقد، وكانت تعقدها جامعة الإمام، وكانت تستمر يعني فترة زمنية معينة، وأنا من الأشخاص اللي حقيقة حضروها. توقفت هذه؟ أي توقفت. نعم. طيب دكتور عبد الله، ما يمكن إقامتها في الجامعة داخل الجامعة؟ مش لازم تكون بالحجم اللي كانت تقام به، على الأقل لقاء المبتعثين الجدد بمجموعة من الأساتذة اللي لهم خبرة. أنا ما أتكلم عن نطاق جامعة الملك فيصل فقط، لأن نتكلم على في عالي لكل الجامعات. نعم. أنا أتصور أنه طبعا هذه خطوة إيجابية للمبتعثين والمبتعثات في يعني تسليحهم
بأول شيء يعني دينيا وعقائديا يعني لكونهم يختلطوا بمجتمعات غربية لها ثقافة مختلفة. فأعتقد تسليح مثل هؤلاء الطلاب والطالبات مهم جدا، خاصة دكتور الآن في هجمة على الإسلام وتوجه للمبتعثين مباشرة من جراء بعض الأفعال الشنيعة، يعني مثلا الآن ما ينشر من صور عن داعش أو هذا إسلامكم، ما ينشر أحيانا من صور لا تمثل ديننا بصلة لكنها تمثل الإسلام عندهم، أو على الأقل يمكن أن يستفيد منها ويستغلها بعض الذين يريدون أكيد لديننا وأطنا كذلك. شوف السعودية يفعلون كذا، شوف الدين الإسلامي يفعل كذا، صحيح. لكن عندنا نقطة مهمة اللي هو أيضا يعني الطالب بعض في كل الكليات خصوصا الكليات النظرية ليس عنده الخلفية باللغات خصوصا الإنجليزية، ف طبعا من المعاناة التي يعانيها المبتعث وكذلك المشاكل التي تواجهها عمادة الدراسات العليا بالنسبة للمبتعثين عدم إلمامهم باللغة في الفترة، ويعني ويمضي فترة طويلة حتى يتعلم اللغة. هل معنى هذا أن إذا ذهب هناك ممكن ينشغل بأمور أخرى غير دراسته؟ لا لا لا، يعني لماذا لا أخذ اللغة بشكل جيد؟ ما في راح تشتت هناك أو بعض المغريات اللي شتتته عن هدفه. إضافة إلى ذلك يا دكتور، يعني أنت تتكلم عن شخص راح إلى مجتمع بعضهم لأول مرة، يطلع من المملكة، صحيح، جاء إلى مجتمع حتى يتأقلم على هذا المجتمع ويأخذ يعني أبعاده، لابد أنه يأخذ له فترة طويلة، صحيح. سواء كانت يعني نفسية أو يعني ثقافية أو أكاديمية، أعتقد حياخذ وقت، وهذا كله من ضمن فترة الابتعاث. أيوة في البداية. في البداية. طيب إحنا نريد أن نوجه لكم سؤال، لكن بعد أن نسمع التواصل مع دكتور خالد، السؤال هو ماذا تقدم الجامعة للمبتعث في البداية؟ وخلنا أخذها خطوة خطوة بشكل سريع. الدكتور خالد بن عبد الله السبيت المستشار الأسري، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك، حياك الله. حياك الله دكتور خالد، وحييك وحي الضيوف اللي معك في الاستوديو. يا هلا وسهلا، حياك الله. يا دكتور خالد سبيت مستشار أسري معروف، ورأيت في حسابه على تويتر اهتماما خاصا بالمبتعثين وخاصة في الجانب الأسري، يعني هناك الآن عندنا مجموعة كبيرة من الأسر السعودية تعيش هنا وهناك، وهذه الأسر معهم أولادهم أيضا، أو عدد من معهم أولادهم، وتصل إلى المراكز الأسرية مجموعة من الاستشارات تشير إلى مشكلات تصل إلى حد الطلاق وتصل إلى حد المشكلات مع الأولاد إلى آخره. دكتور خالد، نريد أولا تعطينا فكرة عن أهمية الاهتمام بالجانب الأسري للمبتعث، وما مدى وجوده فعليا الآن هذا الاهتمام. طيب خليني أبدأ دكتور خالد الله يحفظك بإرجاع الفضل إلى أهلي. حقيقة الدكتور منصور السالم صاحب حساب مبتعثون هو المعني بالحملة كونوا بخير، وهو يولي أبنائنا المبتعثين والمبتعثات يعني اهتماما متزايدا، وهذا الشيء لا يستغرب لا عنه ولا عن وطن المملكة العربية السعودية. جزاكم خير وجزاكم. بحكم الاهتمام بالشأن الأسري إني أشارك من خلال هذا الوسم كونوا بخير. واخترنا موضوع التحديات الأسرية للمبتعثين انطلاقا من أهمية الاستقرار الأسري للمبتعث. الحقيقة كمكون ثقافي وفكري لمنظومة المجتمع المملكة العربية السعودية، نحن نؤمن بأن الزواج هو عامل استقرار للمبتعث أو المبتعثة، لذا يذهب الأهالي الوالدين بشكل أقرب إلى إلزام المبتعث بالزواج قبل السفر. انطلاقا من هذه الفكرة أنا حبيت أن أسلط الضوء وأخبر المبتعثين لأنه في مرحلة الزواج المبكرة كأي مرحلة زواج يوجد فيها مشكلات، وبالتالي لا تستغرب أنك إذا تزوجت وذهبت لهناك تتواجه المشكلات. أولا بحكم الغربة فأنت لست في وطنك، ثانيا بحكم الضغط التعليم وضغط الدراسة، ثالثا بحكم الضغط المالي والاقتصادي، فلا شك أن المعيشة في بعض الدول أغلى من المملكة العربية السعودية، صحيح. ثم رابعا مع العيش مع إنسان آخر أنت لأول مرة تتعايش معه، وللأسف الشديد أنا من الناس الذين أرفض أن يكون القرار بالزواج قرار مفروض من الخارج، يفترض أنه يكون قرار ذاتي يعني مبني من المبتعث نفسه، يعني هو أصلا كان يحتاج إلى التوافق مع هذا الإنسان الآخر
وهو في بلده وعند من يسانده من الأهل هنا والأهل هناك، فكيف إذا كان غريبا عنهم جميعا؟ أكيد التوافق سيكون أكثر صعوبة، ولكن إن شاء الله أكيد ممكن. أنا لا أذهب طبعا التوافق في سؤالك، أذهب أن يكون هو متبني القرار حتى يتحمل التبعات. إيه قرار الزواج. أنا أشير ما ذكرته أنت قبل قليل، أن هو يحتاج أن إنسان آخر، الشخص الآخر تربى في بيئة أخرى، تربى بطريقة معينة، له أيضا آراءه في هذه الحياة، له نظرته، أكيد صحيح. يكون في اختلاف بين الشخصيتين. طيب الآن يعني صحيح هناك دون شك من يقول لا ترسل ولدك إلى هناك إلا وقد تزوج بقصد حفظه من المجتمع المنفتح، المغريات، وهناك مغريات كثيرة جدا أكيد يعني، لكن أيضا هذه تطرح قضية الزواج المبكر وما فيه من منافع وما فيه أيضا أحيانا من أمور قد لا تكون سارة. لكن عندنا الآن يا دكتور مجموعة أيضا كبيرة من طلاب الثانويات الذين ذهبوا ليأخذوا البكالوريوس هناك، أيضا ماذا كيف وضعهم هناك؟ طبعا انت عارف يا دكتور، اولا يعني انا يعني انطلق من منطق حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم، عندما جاء في غار حراء وواجه الوحي لاول مره، الى من ذهب؟ يعني مع العم ابو طالب الذي رباه موجود، ابناء عمومته موجودين، الرجال كله موجودين، صحيح. لم يذهب الا الى زوجته وهي قالت والله لن يخزيك الله ابدا، طبعا ذهب الى خديجه رضي الله عنها. نعم رضي الله عنها. انا من هنا التمس ان الزوجه اذا وفقت الشاب زوجه مثقفة واعية تساعده في محنته تدعمه في دراسته، لا شك أنها تدعمه وتخفف عنه حمل كبير. صحيح. المشكلة أنه عندما يكون هذا الشاب ما عنده وعي كامل بالزواج ومسؤولياته ويظن أنه عبء إضافي عليه، وأيضا هذه الفتاة يعني لا مؤاخذة على الكلمة لما تفكر بالذهاب على نوع تمشية أو فرصة التعليم، صحيح، خاصة إذا كانت توها بنت صغيرة يعني ما بالضبط، بالتالي حتكون حمل العبء عليه، وبالتالي هنا تبدأ المشكلة تتزايد عندما لا يتفرغوا لبعض، ثم تبدأ تكون عبء بدل أن تكون تهيئ للدراسة. فعلا. طيب دكتور الآن يعني رسالة لها الزوجة، رسالة من مستشار أسري، أكيد عرضت عليك مجموعة من المشكلات، ماذا تقول لها؟ أنا أقول لهما نعم، يعني استبدل كلمة أنا بكلمة نحن، يا سلام. يعني بدل ما يقول أنا جيت للدراسة، يعني مشروع مشترك، بالضبط، بدل ما تقول هي أنا طفشت أنا طفشانة، لازم يقول نحن لازم قاعدين يكونان وحدة بنيوية اجتماعية واحدة، وبالتالي لازم يركزون على أهدافهم البعيدة المدى، إنه بعد ما ينتهوا من هذه الدراسة سيرجعان للوطن وقد تسلح بسلاح العلم ورجع إلى مجتمعهم بأدوات جديدة وبثقافة جديدة، ثقافة أسرية، ثقافة تعليمية، ينبغي يعني خليني أبنيها من هذه المنطلق، نحن ولسنا أنا. دكتور خالد يعني أيضا هناك نقطة، بعض المبتعثين كأنهم يقولون لماذا لا أيضا تدخل الزوجة في الدراسة ونجحت في هذه الفكرة. جميل، أنا أتمنى ذلك، لأنه دائما العلم ينفع ولا يضر، إذا نعم. كان في مجال أن المبتعثة تدخل أو الزوجة تدخل في الدراسة لما لا، ممكن ليس بالضرورة أن تدخل تعليما ترجي من ورائه وظيفة بقدر ما تدخل في شيء تربوي تحسن تربية أطفالها، تدخل في أمور خدمة اجتماعية، أيا كان الأمر المهم أنها تتعلم لما لا، يعني ستكسب من هذه التعليم أنها تشغل وقتها بشيء مفيد لها، ستكسب أنها قد تتوظف بهذه التعليم، ستحسن وقت فراغها، ستحسن بناءها الشخصي والنفسي، بكل الأحوال هي مستفيدة لما لا. طيب دكتور جميل، احنا نتمنى الرسالة هذه وصلت الأخوات حتى اللي ما حصل لها فرصة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، فهناك دبلومات كثيرة يمكن أن تزيد من ثقافة الفتاة أو المرأة هذه السيدة، وكذلك من مهاراتها في الحياة، ويمكن تعود بدبلوم يعطيها قيمة كبرى في مجتمعها حينما تقوم أيضا بتدريب الناس عليه. طيب دكتور هناك نقطة مهمة، وهي هذا الاحتياج المبتعثين كأسر، هل هو ملبى؟ يعني هل تستطيع الملحقيات هناك أن تستجيب لكل أسئلة المبتعثين؟ هل المبتعثون يرون أصلاً أن الملحقيات قادرة على أن تلبي احتياجاتهم هذه؟ أنا أقصد أسئلتهم، استفساراتهم، هل يمكن هذا أو تقترح أمراً آخر؟ والله أنا أعتقد أنه لزوم ما لا يلزم، هل من واجبات الملحقيات أن تكون لها ملحقية اجتماعية مثلاً على سبيل المثال؟ أنا لا أعتقد ذلك، نحن يجب أن يبقى الإنسان بنفسه فيحسن التعامل مع ما يواجه في الحياة، ويذهب إلى من يعتقد أن لديه الحل من خلال المراكز الأسرية، الاستشارات الأسرية، وحتى في البلد في دول الدراسة. المهم يا دكتور خالد، نعم. إن حتى الدارس، أنا أحب أن أركز على هذا الأمر،
حتى الدارس ينبغي لا ينسى أنه زوج وأنه أب، بمعنى أن يخصص وقتا لزوجه وبيته، وإذا كان عنده أطفال يقوم بواجباته الأبوية، لأنك أنت لا يمكن أن تقوم بهدف وهو هدف التعليم لتهدم هدف آخر وهو هدف الأسرة والبيت والطفل. طالما هناك توازن ستسير بالأمور. إن احتجت، وهنا من المصعوبات والتحديات اللي يواجهها المساعدون أنهم لوحدهم في الغربة، ما عندهم أحد، إن احتجت دعما أسريا لا مانع من التواصل معهم. اليوم يمكن دكتور خالد تذكر حنا على أيام شبابنا نكلم أمريكا في الدقيقة 14 ريال، اليوم تستطيع من خلال برامج مجانا سكايب ولا غيرها مجاني وبشكل فيديو، بالتالي أنت ممكن تتواصل مع أسرتك بشكل يومي وجلسة أسرية بين المغرب والعشاء مع أسرتك والديك وأنت في الغربة دراسة. المهم أن تكون هذا الهدف في الذهن. ولذلك أنا دعيت في حوار في تويتر تنظيم الوقت، إدارة الوقت حتى يقوم مهم جدا. طبعا أكيد تنظيم الوقت دكتور خالد هو بإذن الله عز وجل يستطيع من خلاله المبتعث أن يلبي احتياجات تعلمه وتحقيق هذا الهدف الكبير، ولا يهدم أسرته، فقد يخسر خسارة كبيرة جدا لو أهمل هذه الأسرة. شكرا دكتور خالد بن عبد الله السبيت المستشار الأسري المعروف، شكرا جزيلا لك. هناك سؤال مهم جدا، يعني الإنسان المبتعث عنده أسرة وعنده صحبة، ماذا عن الصحبة؟ المبتعثون لو أنهم اطلعوا على حديثنا، نعم، كيف نوجههم؟ ما أثر الصحبة هناك في إكمال الدراسة أو الضياع والعودة بخفي حنيك كما يقال؟ طبعا الصحبة، يعني هل هم أيضا بعوائلهم ولا بدون عوائلهم؟ والله خلينا نطرق الاثنين. اي يعني طبعا ما في شك، يعني احنا من تجربتنا انه لما كنا مبتعثين المبتعث مع اسرته لما يكون هناك في مدينه مثلا فيها مجموعه من العوائل السعوديه او العربيه، انا اعتقد حتكون ايجابيه له في يعني في حياته في تلك المدينه، سواء يعني الأسرية أو حتى الدراسية. يعني الأفضل أن يكون في مجتمع فيه أسرة سعودية أو عربية مسلمة. ما في شك عملية الانعزال هذه يعني لها سلبيات يعني غير محمودة، يعني مهما كان إني أنا أنعزل أنا ومثلا عائلتي بعضهم في مثلا في مدينة أو في مقاطعة بعيدة شوي، على أساس يقول لك والله أنا أبعد عنهم أبغى أتعلم لغة، أنا أعتقد أنها يعني سلبياتها أكثر من إيجابياتها. لابد أن يختلط مع المجتمعات العربية والسعودية، لأن هذه أصلا جزء من حمايته هو. أي نعم صحيح، وبعدين أيضا جزء من استقراره، ومن استقراره سواء النفسي أو الاجتماعي. نعم، وكذلك أطفالكم مع أطفال. ما في شك. معنا الأستاذ عبد الهادي القحطاني الآن من نيوكاسل في بريطانيا. السلام عليكم أستاذ الهادي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياة الله دكتور خالد، حياة الله بالاستديو، وشاكرين على الفرصة الطيبة اللي تحتوها لنا. يا مرحبا وشكرا جزيلا لك ولكل رؤساء الأندية السعودية. الله يحفظك دكتور خالد، وشاكرين لكم وجهودكم تشكر يعني الله. الحقيقة كانت تجربة جميلة جدا في بريطانيا حينما دعت السفارة السعودية لتقديم محاضرات في برنامج الأمان الأسري في نيوكاسل، ثم لما ذهبت الى هناك الى بالانديه السعوديه. ساعدنا بشرفك. ايوه استاذ عبد الهادي، والله انا قاعد ادور الاسم هذا، اكيد اني التقيت بك. فبقيه الانديه السعوديه اتصلوا بي نريد محاضرات، فكنت خرجت من نيوكاسل حتى وصلت الى شمال بريطانيا، انتقل من نادي سعودي نادي سعودي. والحقيقه كانت تلك يعني حتى ترتيب هذه المحاضرات كان هناك، يعني في بريطانيا هناك يعني نوع من المرونه الرائعه جدا. كانت فرصة للقاء بشبابنا السعوديين الرائعين اللي يعطون الحقيقة لهم سفراء معنى الكلمة، نعم، ويعطون الصورة الجميلة عن هذا البلد. نعم، العظيم. طيب أستاذ الهادي، احنا عارفين نتصل من بعيد واحنا ما ودنا نطيل عليك أيضا، ما هو دور الأندية السعودية في تلبية الاحتياجات التي يريدها المبتعث؟ خلنا نبدأ من الاحتياجات، ما الاحتياجات التي أنتم تلبونها؟ حقيقة دكتور خالد كان هذا سؤال كبير ويحتاج فعلا الحلقة يعني أو الحلقات يعني كثيرة، ولكن يعني أنطلق من أهمية الأندية واحتياجات يعني لا يخفى أنه الأندية الطلابية تلعب دور كبير في
في تفعيل ادوار كبيره حتى تكون حتى ادوار السفاره والملحقيه في حال لو تم تفعيلها بشتى جوانبها الاجتماعيه والثقافيه والتسليه. والخدمات دائما التي تقدم للمبتعث. الحقيقه انه الانديه تقوم بدور جبار في عده مجالات، يقوم عليها شباب متطوعون ويقومون بادوار فيها جباره في تهيئه الاجواء للمبتعثين الجدد واستقبالهم وتقديم الخدمات الاساسيه والاحتياجات الاساسيه في حين وصولهم الى مقر الابتعاث. طيب استاذ نادي، هذه الخدمات انا اتوقع انها فعلا تكون، اقول استاذ نادي، هذه الخدمات طبعا من الاهميه بمكان كبير بالنسبه للمغترب، لكن كيف يصل المبتعث للانديه السعوديه قبل ان يصل؟ يعني كيف يتصل بها قبل ان يصل؟ هذا هو السؤال الحقيقه دكتور، دائما احنا نحاول انه الملحقيات فعلا تعرف بنا قبل ان يصل المبتعث. نعم. يعني طلبنا من فتره انه تعلن صفحات الانديه ومواقعها المتواصل على صفحات الملحقيه، وتجاوب لله الحمد الملحقيه واضافوا مواقع الانديه ومواقع التواصل وعناوينها في حال انه نبغى نفعل اكثر واكثر، بحيث انه قبل يجي المبتعث يتواصل مع رئيس النادي و فعلا يقوم بخدمته حتى شخصيا في بحث عن بيت او بحث عن يعني اشياء اساسيه قبل ان يصل، لان هناك معاناه شديده صراحه في حال وصل المبتعث وما يعرف احد. أيوة. في معاناه كبيره. طيب ما مدى استاذ عبد الهادي، ما مدى ايضا ايجابيه المبتعثين معاكم، يعني بالحضور في برامجكم او ابتكار برامج اخرى ايضا يلبون بها احتياجات اخرى لهم، يعني الجانب المهاري مثلا، الجانب، هل هناك ايضا اهتمام به في الانديه؟ والله ما اخفيك انه في لله الحمد يعني في اهتمام كبير صراحه للمتعبين، خاصه اذا كان النادي نشيط واعلن عن انشطه وتواصل مع المتعبين ولبى احتياجاتهم وتتبع هذه يعني الرغبات لهم في اقامه مثلا دورات معينه سواء للمبتعثين او للمرافقين، واحتواء مثلا المرافقين سواء كانوا رجال او اطفال في برامج تناسب احتياجاتهم، والى راح يكون عامل جذب للانديه من قبل المبتعثين. ولكن في حال طيب الان استاذ عبد الهادي، انا يعني استاذ عبد الهادي كنت اتمنى ان اطيل اكثر، ما هي يعني ممكن تلخص لي في كلمتين ما هي احتياجاتكم انت الانديه الادبيه اللي تتمنون تقولوها، يعني ما الشيء اللي تريدونه انتم حتى تعطوا اكثر للشباب والاخوات اللي ياتون من هنا؟ والله يعني اتمنى كما تعرف انه الانديه يعني يعود خيرها ونفعها للوطن والمواطن من خلال المبتعث. اتمنى انه ترقى صلاحيات تخدم المبتعث الجديد، يترك لهم مكافآت تقديريه، تشجع المبتعثين الجدد للقيام لها بدل ما ان تكون مهمله ولا تجد طريق للابداع، خاصه انه يعني تعتبر حاضنه تراث ثقافي ومنها ينطلق مصنع الطاقة التجارب يعني للمبتعثين. ولا اخفيك انه خرج من خلال الانديه ناس مبدعين و ان شاء الله لهم البرامج الان، فاتمنى انه يعني هذه قصدك يعني خرج مبدعون من برامج اللي تقدمها الانديه السعوديه هناك، هكذا فهمت؟ نعم، اتمنى يعني انه يكون في اهتمام اكثر واكبر باعضاء الهيئه الاداريه فيها وصرف مكافات لهم. استاذ عبد الهادي يعني ما اشتغلت يعني على حساب وقتهم، ويفترض انه يشجعون خلال يعني. يعطيك العافيه استاذ عبد الهادي القحطاني رئيس النادي السعودي في نيوكاسل. استاذ عبد الهادي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة المهمة جدا بالنسبة لنا، أعطت صورة جميلة أيضا وجيدة وصادقة أيضا وشفافة عن الأندية السعودية في بريطانيا، وهي أيضا نموذج للأندية السعودية في عدد من دول العالم. شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتور عبد الله للإجابة عن السؤال الأول، ماذا تقدم الجامعة للمبتعث إذا أراد أن يذهب؟
طبعا هناك إجراءات، يعني اللي هي الإجراءات الإدارية في عملية، يعني تعرف هناك أوراق لابد أن تعمل، إجراءات إدارية حتى يستطيع أن يحصل على قبول من يعني خارج المملكة. طبعا هذا إذا كان حنا نتكلم عن الناس اليوم خارج المملكة. الحقيقة أنه يعني بعض المبتعثين أو المعيدين والمحاضرين تجد، والكلية نفسها تستعجل في الحصول على قبول من الجامعات هناك قبل أن يعني يحصل على الموافقة الرسمية. وهذا فصير في حرج هناك حرج، ولا وبعدين يعني أنت كأنه يعني الجامعات هناك لما كل شوي تأجل تفقد المصداقية في عملية التحاق الطالب. هذه نقطة يعني كأنك دكتور تنصح المبتعثين أن لا يتعجلوا لا يتعجل على قبول هناك حتى يجدوا من هنا القبول. نعم الضوء الأخضر في عملية الابتعاث. طيب معلش المبتعثين يتصلوا من هناك سم. الأستاذ نايف المسلم أظن من أستراليا، السلام عليكم أستاذ نايف. أستاذ نايف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. حياك الله دكتور خالد، وحييك وحي ضيوفك الكرام. حياك الله، أظن اتصالك من أستراليا. أي نعم. أي نعم حياك الله. طيب ها يمكنك سمعت بعض حديثنا، لو ركزت لنا الآن عن أول شيء الصورة التي يقدمها شبابنا السعوديون والسعوديات هناك في أستراليا، ممكن تعطينا صورة عامة عن المبتعثين هناك؟ طيب بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة يعني كخدمة تقدم من قبل الطلبة السعوديين المبتعثين فلعلها تتركز رسميا في الأندية السعودية. نعم ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين الأندية السعودية قائمة بعمل جبار في الحقيقة. ما شاء الله. من بريطانيا إلى أستراليا. نعم. جميل. وخصوصا أنه عمل تطوعي. أي نعم. بحت، وهذا سر جمال العمل حقيقة. وعلى التجربة رئاسة اللجنة الإسلامية في النادي السعودي لهذه السنة كانت قريبة جدا بأخذ صورة عن ما يحصل واقعيا وعمليا في الأندية السعودية. طيب ما الاحتياجات اللي تراها أنت للمبتعث وأنت هناك في أستراليا؟ جميل. كاحتياجات كمبتعثين في الحقيقة يعني بما أن الموضوع يدور حول احتياجات المبتعثين فأقول بأمانة يعني نحن الحمد لله رب العالمين في نعمة عظيمة الحمد لله، وجميع سبل النجاح يعني قد وضعت بين يدي الطلبة السعوديين الحمد لله حقيقة، لا من الجانب المادي ولا من الجانب الصحي والعلاج، فنشكر الله عز وجل على هذه النعمة أولا، وشكر نعمة يعني مع الكلام، وشكر نعمة فعلي، وعلى الطلاب والطالبات الذين يذهبون إلى هناك أن يحققوا لنا بجدارة تفوقا في تخصصاتهم، لأنهم الحمد لله مثل ما ذكرت كل شيء بين أيديهم، وهذا يحصل كثير يعني متفوقين ولله الحمد لله. الحمد يعني لله في متفوقين. أي نعم. أي نعم. واصل السنة. أي نعم ما في شك والحمد لله الله يجزيك. لكن سبحان الله تبقى هناك احتياجات يعني تواجه الطلبة مهما هيئت لهم السبل. أي نعم. ومن هذه الاحتياجات قضية وصول المبتعث الجديد. فلما يأتي مبتعث جديد ما عنده خلفية ولا خبرة في السفر من قبل إلى بلاد ابتعاث تكون حقيقة في عوائق كثيرة جدا من ضمنها اللغة، يعني كثير من الطلاب يأتي في المطار ما يعرف إيش يفعل. صحيح. بل واجهنا طلاب يأتون إلى الابتعاث وفي المطار ويبدأ يسكن يبحث سكن وهو ما نسق سكن وهو مع عائلته وأبنائه، ففي صعوبات حقيقة تفرط. ولكن الحمد لله رب العالمين الأندية السعودية قد وفرت يعني مثلا لجنة استقبال الطلاب الجدد، وكان لها حقيقة جهد رائع عندنا هنا في ملبورن في مدينة ملبورن خصوصا في أستراليا، فالشباب مثلا ما شاء الله تبارك الله كانوا يخرجون ومجهزين حقيبة كاملة من شريحة جوال، من تنسيق سكن، من يا سلام. أول ما يجي المبتعث إذا كان هناك أطفال بنجيكم يا أستاذ نايف. الله يحييك يا دكتور إن شاء الله. الله يسلم قدرك. جميل والله هذا يسر الخاطر الحقيقة يعني كامل لهم. ما كانت في وقتنا. جميل جدا. شوف الدكتور عبد الله يقول ما كان في وقتنا. هذا كان نبغى نسأل يعني دكتور ماهر
كيف انت وجدت لما ذهبت اول مره الى هناك؟ والله زي ما ذكر الاخ نايف حقيقه جهد الشباب وهذا العمل التطوعي الجميل اللي يقوم به حقيقه جهد يعني يشكرون عليه. فانا بالفعل يعني حقيقه لو الله ثم يعني استقبال حقيقه بعض الاخوان في النادي السعودي وترتيب بعض الامور واين يعني انت استقبلوك واستفدت بالتاكيد بالتاكيد اي نعم جميل جدا. هذا ايضا يعني يزيد الحقيقه من اهتمامكم وحرصكم ما دام شوف الاثر الطيب. يعني دكتور ماهر الان صار استاذ مشارك في الجامعه ولا يزال يتذكر ذيك الايام الجميله اللي احتفت به تلك الايدي الطيبه المباركه في الانديه السعوديه في امريكا. ايوه يا استاذ نايف عندك اضافه؟ اي نعم حقيقه ان كان من اضافه فلعل في موضوع له قضية احتياج اللي هو ذكرها لعله الدكتور بيت في قضية فن التعامل مع الأسرة. أي نعم. حقيقة لما يأتي يحصل كثيرا أن الشخص يتزوج ثم مباشرة يأتي إلى بلد الابتعاث. صحيح. ويعني في حد ذاته سنة أولى زواج هناك دورات تقدم في قضية التعامل والتآلف والتقارب بين الزوجين. فما بالك لما يكون يعني في غربة ولا يوجد موجه قد يكون لكثير من الخلافات التي تكون يعني في بداية الزواج. ولا أخفيك سر يعني هي أول سنة زواج في الابتعاث جميلة جدا لمن يحسن التعامل معها. ايه صحيح. فبعض الأحيان قد تكون تدخلات الأسرة سلبية نوعا ما. صح. بينما هم الآن يبنون يعني عشهم وحدهم التواصل بينهم بكل أريحية واحتياج أحدهم للآخر ومهما كان عنصر فعال ترى وعنصر إيجابي يعني كل منهم الآن محتاج للآخر محتاج لمساندته. اي نعم اي نعم مهما سبحان الله زعل شخص ما له إلا يرجع يراضيه يعني مهما عاد في مجال. صحيح لأن الدنيا كلها مختصرة فيه ولا صحيح. اي نعم النقطة الأخرى قضية لما يكون عند الشخص أبناء خاصة في سن المراهقة يعني في المدارس هنا يختلطون بالمدارس يحصل من الأبناء يعني أنه يأتي لوالده وسمعنا من بعض الشباب هنا أنه يأتي لوالده شفت مثلا الطالب الفلاني يعمل مع الطالب الفلاني يخلق معين مثلا غير لائق لا شرعا ولا عرفا عندنا فيسأل والده يعني سؤال عفوي يا بابا إيش هذول يسوون يا بابا طيب الآن الأب قد لا يعرف هو أصلا ما مر بهذه التجربة هو درس في مدارس يعني الأطفال مفصولين عن بعض من ناحية الجنس كذكور وإناث فيبدأ حقيقة يحتاج موجه أسري يسمع له. يعني أستاذ نايف أنت مع الذين يطالبون أيضا بوجود مراكز أسرية للمبتعثين؟ أي نعم حقيقة أنا أتمنى أن يكون في تواصل بين الملحقيات الثقافية. أنا حقيقة يعني بحثت الموقع الملحقية خاصة في أستراليا وجدت في أيقونة الخدمات الاجتماعية صحيح. حقيقة نتمنى أن نرى قريبا يعني أيقونة تكون تواصل مع جهة حكومية وبرضو جهة حكومية كمراكز أسرية معترف بها جميل. وفيها يعني يعني أعضاء كف نحسبهم الله حسيبهم حقيقة ننتظر هذا قريبا ونفعله إن شاء الله. أستاذ نايف المسلم مبتعث ومبتعثينا الأفاضل في أستراليا شكرا جزيلا لك. أنا عندي دقائق الآن معي أيضا بعض المبتعثين من أمريكا كذلك لكني قبل هذا ودي أسأل أيضا دكتور ماهر مرة أخرى بالنسبة للحين المبتعثين ما مدى خلفيتهم أو فهمهم للقضايا الأمنية هناك؟ إحنا نعرف الفترة الأخيرة صارت عدد من المشكلات يعني بعض الناس يقول صحيح هذه وقعت المشكلة لكن لماذا هذا المبتعث كان في هذا المكان أصلا؟ يعني كانوا يقولون أنه ربما يجهل حقيقة المجتمع يعني نعرف أن هناك ارتفاع في مستوى الأعداد عدد القتل في بعض الدول في تلك الدول بطبيعتها يعني هكذا هي عندها رقم سنوي ليس قليلا لكنهم مع هذا أهل البلد يعرفون أين يذهبون ومتى يخرجون ما رأيك يعني هل المبتعثون فعلا قبل أن يذهبوا أو إذا ذهبوا يعرفون هذه القضاء يعرفون قوانين الهجرة يعرفون القوانين الأمنية يعرفون قوانين التحرش يعرفون قوانين لها عقوبات ضخمة جدا يعني. نعم والله أعتقد أحيانا يعني البعض يدرك يعني ويعرف الآن ما هي الأماكن التي ممكن أنه يعني فيما لو ذهب لها أنه يعني ينوب الآن جزء من الضرر أو الإشكاليات المتوقعة في حال الذهاب إلى مثل هذه المواقع إيه؟ ولكن أحيانا نحن نستسهل بعض الأمور وكوننا ذهب إلى هذا المحل مرة ومرتين وما حصل شيء فبالتالي أصبح الآن عنده نوع من أي نعم
لكن اتصور وهذا لما نرجع الى مثل يعني تذكير المبتعثين من بين فتره واخرى بمثل بعض الحالات التي تحصل, وهذا حقيقه يعطيه الان نوع من ما يمكن يعني مثلا ما يمكن يكون مثلا في رسائل تذكيريه او بعض القوانين يعني يهدى كتاب مثلا من الملحقيه عن الوضع الامني في البلد وكيف يعني تحترس وتحذر. الان قبل فتره قصيره صارت في مظاهرات في امريكا صحيح. وكان في تحذيرات للمبتعثين انه لا تتدخل وهذا قضيه داخلية ما لكم علاقة بها. بعض المبتعثين شباب صغار يعني ممكن تأخذه يعني أي فكرة ويذهب. فما أتوقع أن احنا نحتاج الحقيقة هذا احتياج مهم جدا في الجانب الأمني. طيب دكتور معلش معي أيضا الأستاذ عبد الله الثامر من أمريكا. السلام عليكم أخ عبد الله. وعليكم السلام والرحمة. يا مرحبا حياك الله. الله يحييك. الأخ عبد الله مبتعث في أي مرحلة؟ أنا مبتعث ماجستير في أي تخصص؟ في إدارة مالية. في إدارة مالية؟ في إدارة مالية. أيوة. في أي ولاية؟ أنا في ولاية أوريغون. طيب يا أخ عبد الله يعني يمكن سمعتنا شوي, كنا نتكلم قبل أن أتحدث معك عن قضية الأمنية واحتياج المبتعث لأن يعرف قوانين الهجرة والجوازات وبعض أيضا القوانين العامة التي بعضها عليها عقوبات شديدة جدا. ما مدى من حولك أنت ومن خلال ما ترى معرفة مبتعثين لهذه القضية وثقافتهم عنها؟ طيب عن في البداية أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والساده المشاهدين. يا مرحبا. وطبعا نشكر طبعا أكيد يعني خادم الحرمين الشريفين على هذه الفرصة يعني اللي أعطانا إياها في الابتعاث وأن نقدر نطور مستوانا التعليمي. أحسنت. والقائمين طبعا على البرنامج. طبعا بالنسبه للقوانين الموجوده في خصوصا قوانين الهجره والقوانين الجوازات والامور الفيزا عندنا في الجامعه في قسم خاص اللي هو قسم حق الطلاب الاجانب يعطينا معلومات كثيره ووافيه تقريبا عن الاحتياجات للطلاب الاجانب في القضايا الفيزا والقضايا في الجواز وقضايا القضية الاي 20 خصوصا يعني في خصوصا للطلاب الاجانب اللي لازم يكون عنده اي 20 فعال. فالنادي او مو النادي القسم الخاص للطلاب الاجانب في الجامعه يوفرون هذا الشيء. ايوه. طيب يا اخ عبد الله ما يعني ما ابرز الخدمات اللي تستفيدون من الملحقيات فيها وتاكدون على اهميتها واستمرارها او زيادتها؟ طبعا يعني صراحه لن يعني لا ما نبغى يعني نقول اشياء كثيره عن الملحقيه انها ما سوت, بالفعل الملحقيه سوت اشياء كثير صراحه. جميل. يعني يكفي التواصل المباشر ما بيننا وبينهم عن طريق السفير, ويكفي صراحه الاشياء مثلا بسيطه لكن سبحان الله الانسان يعني ما يعرف يقدرها الا لما يجربها مثلا التامين الطبي والاشياء البسيطه زي هذه في الملحقيه راح تأثر على حياة الطالب خصوصا في مجال التعليم يعني. لكن لنفترض أن الملحق الآن أمامك ويقول لك ماذا تقترح علينا حتى أيضا نزيد من عطائنا لكم, والدولة الحمد لله يعني تقوم بدعم كبير جدا للملحقيات. صحيح. يعني أشياء بسيطة زي يعلمونا طبعا الفرق بين القوانين في الولايات, يعني أشياء بسيطة زي هذه يعني سبحان الله بعض المبتعثين يعني يواجهون مشاكل منها. يعني انا كنت عايش اصلا في سياتل وبعدين رحت ولايه اوريغون, في اشياء بسيطه قوانين يعني سبحان الله الانسان ما يشعر فيها لكنها تاثر عليه. ايوه هذا اللي ماسك بعض الاحيان تختلف من ولايه لولايه. ايوه طبعا تختلف دكتور عبد الله يقول تختلف من ولايه لولايه, يعني يفترض ان كل ولايه تعرفون قوانينها واجراءاتها. صحيح. صحيح. يعني المفروض لكن يعني نسمع بعض الاخبار يعني خصوصا ما نبغى يعني خصوصا في الايام مثلا في القنوات العربيه وما ذلك يعني اشياء بسيطه المبتعثين يتوهون فيها يواجهون مشاكل لها. صحيح. طيب معلش يعني نطلع عن السياق قليلا, احنا نخاف على مبتعثين الحقيقه ايضا من الافكار التكفيريه والافكار المنحرفه الضاله, ايش رايك عبد الله؟ نعم اكيد. يعني طبعا هو يبدا يعني من جانب التفكير للشخص لكن يبدا ايضا شغله ثانيه انه لما المبتعث يكون عنده اصحاب يعني فعالين يركزون معه على الدراسه يترك الاشياء هذه. يا سلام.
جميل، يعني هو عنده هدف واضح راح يحققه، فكيف يروح يمين يسار ولا يسمع صحيح. هذا الكلام؟ احسنت عبد الله، ودك تقول شيء؟ صحيح يعني. اي نعم، ودك تقول شيء قبل ان نودعك؟ لا صراحة أنا هذا بشكركم صراحة على الجهد ومعرفتكم المحتاجات الطالب ممتاز. أيوة. الله يوفق الله يوفق. شكرا جزيلا عبد الله، وإن شاء الله نشوفك دكتور قريب إن شاء الله يا عبد الله. بإذن الله. الله يوفقك يا رب، يوفق كل مبتعثينا ومبتعثاتنا في الخارج، حياكم الله. طيب أنا أمامي يقول دقيقة ونصف، فلكل ضيف من ضيوفي نصف دقيقة، ماذا يريد دكتور عبد الله أن يقول للمشاهدين؟ الحقيقة بس أنا ودي يعني من الفترة اللي أنا قضيتها في عمل دراسة عليا وجدت أنه كثير من الكليات تتوجه إلى دولة معينة في الابتعاث. أيوة. وهذا نتج عنه تكدس، يعني ليس فقط الدولة حتى الجامعات، فأصبح تكدس لكثير من المبتعثين في بعض الجامعات. أدريش بخاف يقول أسهل ولا يقول لا 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 آمن مثلا، لا لا أكيد هو في سبب، لا هو طبعا أو الجامعات أكثر، لا لا جدية. جامعات جامعات يعني لا غبار عليها، ولكن يعني لا تنسى أن هناك جامعات المملكة كثيرة مبتعثين، صحيح، إضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين. جامعة الكويسر كم عندهم مبتعث خارجيا؟ أيه؟ ما يقارب يعني اكثر من 440 تقريبا طالب مباشره، غير مبتعثي خادم الحرمين. اي لا لا غير مبتعثي. اي نعم دكتور عبد الله يقول المخرج خلصت نص دقيقه. طيب. نص دقيقه للدكتور ماهر. نعم والله انا حقيقه ادعو للمبتعثين للاستفاده من هذه الفرصه، هذه فرصه كبيره جدا، وعلى جانب الان اللي هو الاكاديمي اعتقد انهم يجب ان يستغلون هذه الفرصه ويعظمون الان الاستفاده منها، ايضا حقيقه فرصه بالاحتكاك بمجتمع اخر والاستفاده منه والنظر الى الامور الايجابيه، وحقيقه يعني مشاركه هذا المجتمع، مشاركه هذا المجتمع. ف يعني هذا حقيقه الرساله اللي اوجهها للجميع. دكتور ماهر ان شاء الله وصلت للمبتعثين والمبتعثات، تحدثنا في هذه الحلقة عن أمور كثيرة، وأوصينا بأن يكون هناك فكرة برامج تأهيلية ولو بسيطة للمبتعثين واللقاء بهم قبل أن ينصرموا أو ينصرفوا إلى هناك، مجموعات أيضا طلابية هناك، فيجب على المبتعث قبل أن يذهب يتعرف على هذه المجموعات الطلابية، خاصة الأندية السعودية وهي تحت أعين الملحقية هناك وبدعم منها كذلك. كذلك ينبغي يتعرف على مبادئ اللغة التي سيذهب إليها، وتحدثنا كذلك عن ضرورة وجود مراكز أسرية تلبي الاحتياج الأسري، وأيضا أن تعطى صلاحيات الأندية السعودية أكثر وإن كانت تتمتع الآن بصلاحيات جميلة. ختاما أستودع الله من معي في الاستوديو، أستودعكم الله أيضا أنتم أيها الإخوة والأخوات، إلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من بشكواه يظل يحار، ومن الأسى تنتابه الأقدار، هون عليك فما تثار، قضية إلا لنا فيها صدى وحوار، منبع الوحيين بجلو فكرنا، ولنا بأفلاك العلوم مدار، منبع الوحيين بجلو فكرنا، ولنا بأفلاك العلوم مدار، فامنح فؤادك من ربيع لقائنا، فبه المشوق